أخيرا سيجتمع البرلمان العراقي وعلى جدول أعمال هذه الجلسة يناقش بندين يتيمين هما النظر باستقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب نائب آخر للرئيس. الحلبوسي برر استقالته قائلا إن من حق النواب الجدد اختيار رئيس جديد للبرلمان في إشارة إلى من حل مكان نواب الصدر المستقلين أو المستقلين. استقالة الحلبوسي رآها البعض بداية تجديد لتحالفه مع الإطار التنسيقي عبر حيازته لثقة جديدة، ما يعني إعادة إنتاج التحالفات ورسم ملامح مشهد سياسي جديد ينهي مرحلة الانسداد السياسي في البلاد. من جديد أرحب بضيفي من بغداد الدكتور علي التميمي الخبير القانوني والمحلل السياسي، وكذلك ينضم إلينا من العاصمة العراقية صباح العقيلي المحلل السياسي. أهلا بكما. أستاذ صباح، سأبدأ معك ربما من خبر جيد أن يلتئم مجلس النواب العراقي من جديد رغم أن على جدول أعماله بندين يتيمين، استقالة محمد الحلبوسي واختيار رئيس جديد. ما أعلن أن من حق النواب الجدد أن يختاروا رئيس مجلس النواب، هذا المعلن، لكن من وجهة نظرك ماذا في الكواليس، ماذا في الخفاء؟ تحية لك سيدي ولضيفك الكريم أستاذ علي ولقناة ومشاهدي المملكة. يعني بطبيعة الحال أعتقد إحنا بدأنا نخرج من الانسداد السياسي، وبالتالي نحن في طور تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وأعتقد جزء من هذا الائتلاف هي السيادة والديمقراطي والاتحاد وعزم وكذلك البابليون. وبالتالي أعتقد هنالك اتفاق ما بين الشركاء السياسيين حول وجهة نظرهم حول مستقبل العملية السياسية وشكل الحكومة، واتفقوا على بعض النقاط ممكن مناقشتها. أعتقد السيد الحلبوسي هو جزء من هذا الائتلاف، وقد يكون قضية تقديم الاستقالة هو إعادة الثقة الكتل السياسية التي لم تصل، وقد يكون الإطار والاتحاد وقاطع جلسة انتخاب رئيس البرلمان سيد محمد الحلبوسي، وبالتالي هو يريد أن يكون هنالك دعما كاملا من قبل كل الكتل السياسية، وهذا يضع شرعية متكاملة سيد الحلبوسي ليأخذ دوره في إدارة دفة البرلمان في قضية التشريعات القوانين وكذلك على الجانب الرقابي. هذا الأمر الآن أعتقد تم تحديد الجلسة يوم الأربعاء القادم، وبالتالي الآن أمام الإطار والاتحاد الوطني الخياري إما التصويت على إقالة السيد محمد الحلبوسي أو رفض استقالته، وبالتالي تصبح هذه القضية جزء من إعطاء الشرعية للسيد محمد الحلبوسي كرئيس للبرلمان، وهذا تدعم موقفه كرئيس للبرلمان كسلطة تشريعية. إذن أستاذ صباح، هذه الاستقالة لا علاقة لها بما قاله السيد الحلبوسي أنه من حق النواب الجدد أن يختاروا رئيسا جديدا للنواب، لكن ألا تعتقد أنه ربما هناك اتفاق تم ما بين السيد الحلبوسي ومع الإطار التنسيقي لتقديم هذه الاستقالة، ثم يأتي الاتحاد الوطني الكردستاني ومعه الإطار التنسيقي ويمنحان التجديد له، وبالتالي يسهل تشكيل ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل حكومة عراقية جديدة؟ يعني أعتقد الخلافات السابقة اللي كان في وقت التحالف الثلاثي الذي كان يطمح إلى تشكيل حكومة بمعزل عن الإطار
كان هنالك تصريحات من قبل الإطار بإقالة السيد محمد الحلبوسي، وأعتقد بأن كان فيما سبق بعد الانتخابات كان هنالك اتفاق روج ما بين الكتل السياسية لا تجديد للرئاسات الثلاثة، وبالتالي الآن هذه القضية. القضية الأخرى أنا أعتقد بأنه قد يكون هو تصفير الأزمات ما بين الإطار وما بين الديمقراطي وما بين السيادة، وبالتالي ممكن أن يكون هذا هو دليل، ممكن أن تكون هنالك خطوة من قبل الإطار بحسن نيته باختيار سيد محمد الحلبوسي، مثل ما تعرف بأن الآن الإطار هو بحاجة لهذا الائتلاف من أجل اكتمال النصاب، من أجل اختيار رئيس الجمهورية، وبالتالي أعتقد الآن قد يكون هنالك صفقة ما بين الإطار وما بين السيد الحلبوسي، أولا إعطاء ثقة الإطار مع الاتحاد السيد محمد الحلبوسي، ومقابل ذلك بتصويت السيادة على السيد محمد الشياع السيدوني كرئيس المجلس الوزراء، أو قد يكون بأن هنالك جانب التفاوضات ضمن مطالب الكتل السياسية التي طرحت يعني ضمن اجتماعاتهم، وقد تكون هي جزء من هذه القضية بعض النقاط، يعني قضية عودة النازحين، قضية العفو العام، قضية إلغاء المساءلة والعدالة، قضية خروج القوات الجيش والحشد من المناطق المحررة، قد يكون هذه هي نتيجة اتفاق أو صفقة فيما بين الإطار وما بين السيد الحلبوسي، وأعتقد هذا هو جزء من تثبيت السيد محمد الحلبوسي يعني أقرب إلى الواقع السياسي يوم الأربعاء يكون. طيب إذن من وجهة نظرك هي صفقة عقدت ما بين الجانبين. دكتور علي التميمي، بصفتك خبير قانوني، هل هذه الخطوة للسيد الحلبوسي قانونية؟ اختير رئيسا لمجلس النواب ومضت الأمور، لكن المفاجأة أنه قدم استقالته وسيلتئم مجلس النواب الأربعاء، وكانت جلساته معطلة بسبب ما حدث في المنطقة الخضراء، لينظر في هذه الاستقالة. من الناحية القانونية هل هذا ممكن يجوز؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي العزيز وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. طبعا النظام الداخلي لمجلس النواب كان صريح وواضح في مسألة تقديم الاستقالة من أحد أعضاء رئاسة البرلمان، تقدم هذه الاستقالة للإعفاء من المنصب بالتصويت بالأغلبية البسيطة، يعني نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني، يتحول إذا صوت البرلمان بذلك إلى نائب عادي. هذا طبعا أمر متاح، ويقول النص في الفقرة الثالثة أنه يتم انتخاب بديل له عند خلو المنصب بالتصويت من بين المرشحين بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، يعني نصف العدد الكلي زائد واحد. هذا الأمر متاح من الناحية القانونية، من الناحية الدستورية، لأنه أستاذ طارق هي تنبع من الرغبة الشخصية، الإرادة الشخصية. أهم شيء في الاستقالة في المبادئ العامة وفي القانون الإداري أنه تكون هناك رغبة، إرادة شخصية، ولا يوجد إكراه أو ضغوط. هذه هي طبعا تكون مترجمة إلى الإجراءات الدستورية الأخرى بالتصويت. طبعا هذا كما قلنا يتحول إلى نائب عادي. فرق هذه الاستقالة عن الاستقالة اللي تنقل رئيس البرلمان إلى خارج البرلمان، إذا كان الطلب بأنه استقالة من البرلمان ككل، يعني يطلب أن يصبح مواطن عادي، طبعا هنا يختلف المفهوم، أنه يستوجب تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة، يعني نصف عدد البرلمان زائد واحد، مجلس النواب زائد واحد، وأيضا هنا يتم استبداله كنائب وفق قانون الاستبدال رقم 49 لعام 2007، وأيضا يتم التصويت على بديل لرئاسة البرلمان. هذه الفرضية الثانية غير ممكنة أستاذ طارق في الموضوع، لأنه هو قدم طلب إعفاء من منصبه، يعني منصبه كرئيس مجلس البرلمان، فيحل بديله من يقول النص نعم
يحل مكانه، عفوا على المقاطعة، النائب الأول، أليس كذلك؟ لا، هو يعني اكو اشكاليه بالموضوع. هو النائب الاول ايضا قدم استقالته. شوف استاذ طارق، هاي مهم. النائب الاول ضمن ال 73 اللي قدموا استقاله الكتله الصدريه، هذا معلق لم يتم التصويت عليه لحد الان، لانه يعني الفرضيه انه تم قبول ال 73 بموافقه رئيس البرلمان. الاعضاء الرئاسه يجب ان من يصوت عليهم؟ يصوت عليهم البرلمان بوجود النص القانوني بالنظام الداخلي. هنا توجد دعوة أمام المحكمة الاتحادية بالنسبة لل 73. الطعن يقول كان يجب أن يتم التصويت في داخل البرلمان. هل كان المفروض ذلك؟ طبعا هذا راح تفصل به المحكمة الاتحادية. أما تقول كان المفروض أن يصوت على استقالتهم البرلمان، عندئذ يتم إرجاعهم إذا قالت المحكمة ذلك ويتم التصويت عليهم. أما النائب الأول اللي تتحدث عنه جنابك اللي هو ملك، هذا يجب أن يصوتون عليه بالأغلبية المطلقة لعدد العدد، ويريد أن يخرج خارج البرلمان، ليس إحفاء من المنصب. لكن ماذا عن النائب الثاني اللي هو موجود؟ النائب الثاني هنا إذا أدارت جلسة، شوف إذا أدارت جلسة يوم الأربعاء سهو الذي سيدير الجلسة، لكن ماذا لو اعتذر لم يأتي لم يدير الجلسة؟ هنا المادة 11 من النظام الداخلي تقول يتوجب على البرلمان أن يقوم بالتصويت على نائب يقوم بإدارة الجلسة مؤقتا لحين إتمام هذه النواقص في رئاسة البرلمان. فإذا الحلول الدستورية، الحلول القانونية موجودة لهذا الموضوع. يوم الأربعاء إذا أديرت الجلسة من قبل النائب الثاني بها لم تدار من النائب الثاني، راح البرلمان ينتخب بديل يدير الجلسة حتى يصوتون على يعني انتخاب بديل لرئيس البرلمان، وربما حتى يصوتون على استقالة النائب الأول. طيب هنا أسألك دكتور علي، فيما لو تم رفض استقالة محمد الحلبوسي، هل سيبقى رئيسا لمجلس النواب؟ مهم هذا السؤال استاذنا. طبعا هنا يعني شرط التصويت في النص في المادة 12 من النظام الداخلي مهم. يعني اذا لم يصوت البرلمان لا يمكن له ان يخرج. هنا صحيح، شوف صحيح انه بالمبادئ العامه للاستقاله هي تنبع من اراده فرديه بالقانون رقم 24 بالنسبه للموظف عندما يستقيل وراء شهر تنتهي، حتى اذا وافق مرجعه ما وافق خلص. لكن هنا هذه المسائل غير مطبقه، هنا مشروطه هذه الاستقاله بالتصويت بالاغلبيه البسيط. إذا ما صوتوا وهو بقى خارج، يعني ما راد أن يداوم أو يشغل المنصب، ترك المنصب، هنا راح ندخل في مسائل ال 18 مادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الغياب والحضور. إذا وصلت غياباته وما باشر عمله خمس مرات متفرقة في السنة الواحدة في الفصل التشريعي، هنا يتم استبداله على المادة 18، وعشر مرات متفرقة. هنا تطبق مسألة الغياب والحضور في حالة إذا رفض الاستمرارية. هذا هو أستاذ طارق. طيب أستاذ صباح، اليوم هناك تحالف سياسي كبير يتشكل تحت اسم ائتلاف إدارة الدولة كما ذكرت، يضم الإطار عزم حزب الاتحاد الوطني بابليون إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني السيادة فيما يتعلق بالسيادة تحديدا هنا، وكذلك الحزب الديمقراطي، وهم كانوا يشكلون ما يسمى بالتحالف الثلاثي مع التيار الصدري. اليوم هذا الانضمام إلى هذا الائتلاف، هل يعني أن الحلبوسي وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني بحل من ذلك التحالف وذلك التضامن مع التيار الصدري؟ يعني على المستوى الواقع بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان أصبحوا خارج يعني البرلمان العراقي، وبالتالي هم لا يحق لهم أن يأتلفون مع أي كتلة من الكتل، وهذا يعني بأن التحالف الثلاثي أصبح من الماضي، وهذا ما صرح به السيد الحلبوسي
قال بأن التحالف الثلاثي انتهى سياسيا، وبالتالي الآن هذا اللي يدفع الحزب الديمقراطي والسيادة للائتلاف مع الإطار التنسيقي مع باقي القوى السياسية. الآن نحن في معادلة سياسية جديدة واتفاقا جديد، وأعتقد هذه الوثيقة هي بانتظار التوقيع عليها. إذن نحن أمام مرحلة جديدة، وقد يكون هذا الاتفاق هو الذي يخرجنا من الانسداد السياسي ويمهد إلى تشكيل حكومة. نعم، نحن بانتظار اتفاق الحزب الديمقراطي والاتحاد حول شخصية رئيس الجمهورية، لحد الآن حقيقة لم تحسم، وبالتالي نحن ننتظر إذا اتفق الحزبان الكرديين. ممكن أن يكون الأسبوع القادم، ممكن أن تكون جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعد ذلك رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر. أعتقد هنالك إجماع على شخصية محمد الشياع السوداني، وبالتالي نقول قد خرجنا من الأزمة، وبانتظار 30 يوما أمام السيد السوداني لتشكيل كابينته الوزارية. طيب دكتور علي، تحدثنا عن الجانب القانوني، وأنت خبير قانوني وكذلك محلل سياسي. دكتور علي، بتعتقد أن هذا الائتلاف الجديد يشكل الحل السياسي المناسب للخروج من حالة الانسداد السياسي؟ هل يمكن هذا الائتلاف أن يمضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني بمعزل عن موافقة ومباركة التيار الصدري؟ هو الأمور أين توقفت؟ الأمور توقفت عند انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه قرار المحكمة الاتحادية في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية قال يجب أن يفتتح نصاب الجلسة بحضور ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان، يعني ما يقل عن 220 نائب متواجدين في داخل الجلسة، وأن يتم التصويت بوجود هذا العدد في جولتين. إذا حصل أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية على هذا العدد، هذه النسبة من المصوتين، يكون هو رئيس. وهناك جولة ثانية اللي يعني تكون بين أعلى اثنين، أعلى فائزين اثنين بين المجموع الكلي للمرشحين. هؤلاء اللي يحصل منهم على أعلى الأصوات، يعني نفرض واحد حصل 100 وواحد حصل 50، أبو الميصوت هو يكون رئيس الجمهورية. ماذا يفعل هذا رئيس الجمهورية؟ يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا. الكتلة النيابية الأكثر عددا لم يتم تحديدها لحد الآن، لأن قرار المحكمة الاتحادية رقم 7 قال ممكن أنه تحدد حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية. ولماذا قالت المحكمة الاتحادية ذلك؟ حتى تفتح باب الائتلاف، حتى تفتح باب الاندماج بين الكتل وتشكل الكتلة الأكثر عددا. هذا أيضا مرتبط أين؟ مرتبط بقرار المحكمة الاتحادية أستاذنا يوم 28 بشأن استقالة نواب الكتلة الصدرية. هل سترد الدعوة المحكمة؟ هل ستقول يستوجب أن يصوت البرلمان؟ وإذا لم يصوت البرلمان ماذا؟ هل يبقون في داخل البرلمان؟ هل تطبق عليهم نظرية الغياب؟ هذه الاحتمالات أستاذنا كلها يعني ممكنة. لكن من وجهة نظر شخصية أستاذ طارق، أنا أرى أنه أي تشكيل للحكومة بدون تهيئة الأرضية السياسية المناسبة التي ترضي كل الأطراف هي مجازفة سياسية. ليش أستاذنا؟ لأنه 73 نائب يمثلون 7,300,000 نسمة، لا يمكن طبعا بأي شكل من الأشكال يعني تجاوز هذه الكتلة أو عدم إعطاء الحل المناسب قبل الولوج في تشكيلة الحكومة والانتخاب، يعني تكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا وإعطاء فرصة الشهر لتشكيل الكابينة والمنهاج الوزاري. وأعتقد هذه لا تفوت يعني بقية الكتل، يدركون جيدا أهمية تهيئة الأرضية السياسية المناسبة في سبيل أن تكون الحكومة القادمة تمشي على يعني أرجل مكتملة، وليس يعني بها إشكاليات قد تؤثر مستقبلا على الواقع السياسي في البلد. حقيقة أنا لست مع يعني تجاوز الكتلة الصدرية دون
أن يكون هناك توافق في هذا الموضوع. طيب دعني أسألك سؤال آخر دكتور علي، على اعتبار أن يوم الأربعاء المقبل ستكون هناك جلسة لمجلس النواب للنظر في استقالة رئيس مجلس النواب العراقي، ذكرت موضوع المحكمة الاتحادية وهناك دعوة مرفوعة أمام أنظار هذه المحكمة فيما يتعلق بصحة قبول أو العدم لكتلة نواب التيار الصدري، ماذا لو حكمت المحكمة أو قبلت المحكمة النظر في دعوة المتعلقة بقبول استقالة نواب التيار الصدري وقضت بأن بإمكانهم العودة إلى مجلس النواب وأن استقالتهم لم تكن قانونية، ماذا سيترتب على ذلك؟ هو قانونية، هو شوف أستاذنا، يعني أكو رأي بموضوع الاستقالة، هل تقدم استقالة النائب ليس رئيس البرلمان والنائب، لا النائب العادي، هل النائب العادي تقدم الاستقالة إلى رئيس البرلمان أم تستوجب التصويت في داخل البرلمان عليهم بالأغلبية المطلقة لأنهم دا يطلعون خارج البرلمان ويكون بديل؟ رأي بالموضوع، رأي يقول لا يحتاج أن يصوت رئيس البرلمان، رأي الثاني يقول يجب أن يصوت البرلمان لأن هم يمثلون الشعب والشعب يمثل البرلمان. ماذا ستقول المحكمة الاتحادية؟ عادة التكهن بقرارات المحكمة الاتحادية أمر صعب جدا جدا جدا، لأنه هي تتكون من 9 قضاة، من الصعوبة أن تقرأ يعني ما يدور بخلدهم بأفكارهم. لكن خلينا نعطي احتمالات، إذا ردت المحكمة الدعوة، إذا أداة شرط غير جازمة، إذا المحكمة ردت الدعوة قالت خلص ما يحتاج يصوت البرلمان، هنا الموضوع منتهي خلص راح، يعني البدلاء سيبقون. إذا المحكمة الاتحادية قالت يجب أن يصوت البرلمان، هنا يحال الموضوع إلى تصويت البرلمان، إذا البرلمان صوت على الاستقالة أيضا الموضوع منتهي، لكن إذا البرلمان لم يصوت على الاستقالة ما اعتذر، هنا يبقون كنواب عاديين ويخرج البدلاء بما حصلوا عليه من رواتب، هاي كلها فرضيات أستاذ. نعم نعم. النقطة الأخرى طبعا لنفرض أن هم ما داوموا، قالوا احنا نريد لا نريد أن نعمل، إحنا مستقيلين وهي إرادة فردية، هنا يتحول الموضوع ليس إلى استقالة إلى غياب، إلى غياب، يعني نظرية الاستقالة وما يترتب عليها وشروطها والاستبدال ينقلب إلى الغياب والحضور، يعني يبقى حضورهم معلق لحين المدة الزمنية اللازمة للغياب حتى يتم استبدالهم، وعندما يحصل استبدالهم يكون نفس البدلاء. وعلى فكرة أستاذ طارق، إذا رجعوا هم طبعا بعد قرار المحكمة، إذا لا يحتاجون أن يؤدون اليمين من جديد، ما يحتاجون يؤدون يمين دستوري لأنه يكتفى باليمين الأولى. نعم. هذه فرضيات أستاذ طارق. سننتظر أي الفرضيات سيتحقق. أستاذ صباح العقيلي، بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي يعتزم تشكيل الحكومة بتحالف سياسي أوسع كبير، تعتقد أنه سيذهب للحديث أو جزء من هذا الائتلاف سيذهب للحديث مع مقتضى الصدر في مسعى ربما لأن يكون هناك موافقة من قبله على تشكيل هذه الحكومة بذلك التحالف، كيف السبيل لإقناعه بجدوى هذا الائتلاف وأن تكون لديه تطمينات بأن شروطه الأساسية ومنها حل مجلس النواب العراقي سيتحقق وسيكون هناك ستمارس أو ستجري التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات؟ يعني أعتقد هذه الخطوات قد يكون هنالك تبادل وجهات النظر مع الجانب التيار الصدري حول الوثيقة التي ممكن أن توقع ضمن ائتلاف إدارة الدولة، وبالتالي أنا أعتقد الآن يعني الجانب التيار الصدري قد يكون هذا السكوت هي الموافقة على هذا الائتلاف وبأنهم خارج اللعبة السياسية بخصوص تشكيل الحكومة، وإن كان هنالك مبادرة من قبل الإطار يعني على لسان الشيخ قيس الخزعلي العضو الإطار التنسيقي بين بأن سوف يكون حصة التيار إذا ما رغب المشاركة في هذه الحكومة 6 وزارات، وبالتالي هذه القضية. القضية الأخرى أنا أعتقد بأن قضية حل البرلمان هي متطابقة مع
مطالب السيد الصدر، وبالتالي قد يكون جزء من هذا الاتفاق بأن عمر البرلمان سوف يكون سنة ونصف، وبالتالي هذه السنة ونصف أعتقد هي تفسح المجال أمام الحكومة للتهيئة للانتخابات، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات، تغيير المفوضية. وأعتقد الآن حتى قضية الذهاب إلى الانتخابات لابد من وجود حكومة كاملة الصلاحية، وبالتالي أعتقد هذا جزء من الخطوات في إصلاح العملية السياسية. أعتقد الآن قد لا تكفي قضية الذهاب إلى الانتخابات ما لم يكن هنالك خطوات إصلاحية في العملية السياسية. يعني هنالك دور في الأروقة قضية إصلاح العملية السياسية قد تكون مرتبطة بتعديلات الدستورية، وكذلك الإشارة إلى قضية الانتخابات المجالس المحافظة. والبعض من يرد بأن هنا سوف يكون خلال الانتخابات بعد سنة ونصف سوف تكون ثلاثة صناديق، صندوق لتعديلات الدستورية، وصندوق للبرلمان، وصندوق للمجالس المحافظات. هذا أعتقد هو يدور في أروقة الائتلاف إدارة الدولة. إذن أعتقد هذه المرحلة أو خارطة الطريق ممكن أن تعطي تضمينات بأن مطالب السيد الصدر هي سوف تطبق ضمن اتفاق ائتلاف إدارة الدولة، وهذا متطابق مع مطالبه. طب في إطار المرونة التي قد يبديها الائتلاف باتجاه الحنانة مقتدى الصدر واحتمالية أن يعرض عليه ستة حقائب وزارية، هل يمكن كذلك أن يمضي خطوة إضافية هذا الائتلاف الجديد بإبداء المرونة فيما يتعلق باستبدال محمد شياع السوداني بشخصية تكون أكثر مقبولية وتحظى برضا وموافقة مقتدى الصدر مع حفظ الألقاب بطبيعة الحال؟ نعم، يعني أعتقد يعني التصريح أو وجهة نظر التيار فيما سبق حول رفض، ليس رفض محمد شياع السوداني، بل هو رفض مرشح الإطار التنسيقي. والسبب بأن يعني قد يكون التيار لديه مطالب معينة قبيل ترشيح السيد محمد السوداني، وهذا بالتالي أعتقد السيد السوداني ليس هنالك اعتراض من قبل التيار. بالإضافة إلى هذه الشخصية، شخصية معروفة، أعتقد يعني أغلب الكتل السياسية متفقة بأنها شخصية مناسبة لإدارة دفة هذه الحكومة. نعم، قد نكون نعطي احتمال بأن لو رفض التيار صدر أو سيد مقتدى صدر رفض محمد شياع السوداني، أعتقد الإطار لديه موقف سابق بيقول لو طلب سوف نغير محمد شياع السوداني، المهم لا بد من إسراع في تشكيل الحكومة. وبالتالي هنالك مرونة حقيقة للاستجابة لأي مطلب ممكن أن يطلبه، وهذا قد يكون جزء من ضمانة لاستمرار هذه الحكومة وقوة هذه الحكومة ونجاح محمد حكومة السيد محمد شياع السوداني. أعتقد هنالك يعني سعي من قبل الكتل السياسية بالذهاب إلى الحنانة من أجل طرح خارطة الطريق، وأن يكون هنالك موافقة مبدئية من سيد مقتدى الصدر حول شكل الحكومة وكذلك اسم محمد شياع السوداني. هذا حقيقة يعطي اطمئنان لنجاح الحكومة القادمة. طيب دكتور علي، تعتقد أن هناك من المؤشرات ما يكفي ويدلل على أن السيد مقتدى الصدر قد يستقبل هذا الائتلاف الجديد أو أطراف منه أو يشترك فيه إذا ما عرضت عليه حقائب وزارية وإذا ما جرى استبدال محمد شياع السوداني بشخصية أخرى؟ هو أستاذ يعني كل الأطراف هم متفقين على المبدأ، المبدأ هو حل البرلمان، لكن الاختلاف في الجزئيات في التفاصيل في آليات حل البرلمان. يعني طرف يريد أن يحل البرلمان مباشرة، وطرف آخر يريد أن يحل البرلمان بعد أن يتم انتخاب الرئيس، انتخاب رئيس مجلس الوزراء، تكون حكومة مؤقتة، وأيضا اعتراض، يوجد اعتراض على حكومة السيد الكاظمي لأنها حكومة تصريف أمور يومية. هذه الاختلافات مرهونة طبعا بمسألة حل البرلمان المنصوص عليها في المادة 64 من الدستور، اللي هي طريقة واحدة لحل البرلمان، ليست طريقتين، لأن الطريقة الثانية غير ممكنة كون الحكومة تصريف أمور يومية، هو أن يكون هناك طلب من ثلث الأعضاء، يعني 110 نائب يقدمون طلب للحل،
ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة نصف العدد الكلي زائد واحد، ويحل البرلمان وتجرى انتخابات مبكرة. كحل يعني كحل اقترحناه أنه ممكن أن تكون موعد الانتخابات يعني بعد أن يحدد موعد الحل مستقبلا، يعني ليس الحل يكون آني، لا، كما حصل في 17 السابقة، الانتخابات السابقة يعني حل البرلمان في 17 أجريت الانتخابات في 10/10. هذا السقف الزمني ممكن أن يكون متاح للبرلمان الحالي اللي هو منتخب وشرعي أنه يعدل قانون الانتخابات، يعدل قانون مفوضية الانتخابات، وبنفس الوقت هو حل نفسه وأيضا حقق كل الشروط. أنا برأيي هذا الحل الوسط اللي ممكن أن يرضي كل الأطراف، ممكن أن يرضي الأطراف. أيضا أستاذنا سؤال حضرتك، هل يمكن أن يقترن بالرضا؟ يعني تعودنا في العراق على المفاجآت، على أنه كل الأشياء محتملة، يعني اليوم شيء غدا شيء. هذه هي فلسفة السياسة، يعني فلسفة السياسة قائمة على المصلحة، قائمة على عدم الثبات، كالرمال المتحركة، ممكن اليوم شيء وغدا شيء آخر. وأعتقد الأمور حبلى بالمفاجآت في العراق. أنا أشكرك من بغداد دكتور علي التميمي الخبير القانوني والمحلل السياسي، وضيفي كذلك صباح العقيلي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما.